السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه نجوم، ده أول منصة للذكاء الاصطناعي التوليدي العربي، يهدف إلى تمكين اللغة العربية وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في العالم العربي. طيب خلينا ندوس كده كتجريب. فبيقول لي انطلق في تجربة بحث جديدة على الإنترنت العربي. ممكن أسأله أي سؤال؟ هو المؤسسين من الجزائر، في النت ترفع صورة وتسألوا عنها أو إن أنت تستخدم المايك في طرح السؤال. طيب خلينا نسأل أي سؤال مثلا. ما هي ونشوف. فدور وقال لي إنها منصة اسمها ابتكار للذكاء الاصطناعي. طيب خلينا نسأله سؤال تاني. من هو محرر العبيد؟ ونخليه يجاوب. فادينا الإجابة. على فكرة هو مركز مع المحتوى العربي، تمام. فطبعا المحتوى العربي قليل بالنسبة للمحتوى الأجنبي، لكن مع الوقت ومع الدعم ومع إن هو ممكن يحط ميزة الترجمة، يعني يدور في المواقع الإنجليزية ويجيب لي الترجمة، هتكون النتائج أدق إن شاء الله. طيب ما هي الأسرة 18 في التاريخ المصري القديم؟ نسأل. فإداني فعلا إجابة مقبولة، بس المفروض يعني يديني تفصيل أكتر، تمام. أنا بحب الأسرة 18 يعني، ومديني المصدر بحيث إن أنت ترجع ليها لو أنت حابب. فتجربة جميلة ما شاء الله.